معانا الاستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع، يقول لنا ايه اللي حصل في التدريبات النهارده. استاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا بيك واهلا بحضرتك في هذه. التدريب كان فيه ايه النهارده؟ طمني على مين مصاب، نوعيه التدريب، كابتن حسام عمل ايه النهارده في التدريب؟ هو طبعا يعني دايما انت عارف التقييم في قبل الماتشات في بطوله الدوري او خصوصا كمان في الماتشات اللي هي بتبقى مهمه ومصيريه وبتبقى ليها اهميه كبيره، بيبقى فيه محاضره يعني طويله شويه عن المعتاد، بيتم فيها شرح يعني نقاط القوه وضعف الفريق المنافس، بيبقى فيه جزئين في المحاضره ديت، بيبقى فيه جزء بالفيديو بيبقى قبل انطلاق التمرين، وفي جزء بيبقى بعد التمرين بتبقى محاضره في الملعب. النهارده طبعا يعني برضو المشكله بتاعت الاهلي اللي هي الفتره الاخيره فكره اصابه عدد كبير من اللعيبه المؤثرين في كل المراكز تقريبا، يمكن تاكد طبعا غياب اكثر من لاعب عن مباراه المصري، وبرضه تاكد مشاركه اكثر من لاعب. يمكن الخبر كويس ان حسام عاشور هيبقى جاهز ان شاء الله للمباراه، يعني تعافى بشكل كبير خلاص المباراه واصبح جاهز ان هو يشارك بشكل اساسي او بشكل احتياطي حسب رؤيه الجهاز الفني، هو خلاص بقى يعني سليم بعد الاصابه اللي اتعرض ليها مؤخرا. برضه دكتور خالد اكد ان على مدة استطاعة كل لعيب، يمكن هشام محمد لسه قدامه شويه وفاكهة كبيره النهارده ظهر التمرين وهو فاكهة الجزيره، بس هو اعتقد ان هو لسه قدامه من اسبوعين لثلاثه قبل لما يرجع للملاعب مره ثانيه، كذا اللي جاله في الكحل كان قوي شويه فهيحتاج فتره من علاج كبيره. برضو علي معلول لسه برضو نفس اصابته دوت، محتاج ان هو برضو مش اقل من اسبوعين يعني ثاني دور الفتره ديت عشان يبتدي يرجع للملاعب ثاني. برضو يمكن يعني الاصابات يمكن هي دي الحاجه اللي مورطه الجهاز الفني الفتره الاخيره، شهدت اصابه عدد كبير من اللعيبه مؤثره كانت الفتره الاخيره اساسيه. طبعا رامي ربيعه برضو لسه برضو اصابته مطوله، يعني لسه برضو ممكن يحتاج لسه برضو ثلاث اسابيع ثاني. غير كده يعني باقي اللعيبه كل حاجه حاسين كده مستعدين للمباراه في القصر ان شاء الله بكره، هيبقى في تمرين الصبح، هيبقى في تجمع بكره الساعه 10، وده تقليد جديد من كابتن حسام وجهاز المعاون اللي قبل الماتشات الكبيره وخصوصا اللي بتتلعب في برج العرب يبقى في تمرين على الملعب المباراه. طبعا ماتش المصري هيتلعب على ملعب برج العرب، اللعيبه هتتجمع الساعه 10 وهي سافر اسكندريه وهيبقى في تمرين الساعه 5 ان شاء الله. خليني اقول لك الروتيشن كلنا شايفينه اللي بيعمله الكابتن حسام البدري، صابر رحيل بيدخل بيخرج، محمد الشناوي بيبقى موجود، كان قبليه شريف اكرامي، بنشوف محمد هاني. ممكن يحصل في المباراه الجايه تغييرات ولا الكابتن حسام البدري هيحافظ على القوام الاساسي بتاعه؟ هو طبعا يعني هو كابتن حسام يعني اتكلم في الجزئيه دي في الفتره الاخيره ان هو حابب يعمل روتيشن الفتره الجايه بسبب ضغط المباريات، شايفين تقريبا مباراه كل ثلاث ايام، فده طبعا بيعمل حاله من الجهاد الشديده، وهو حتى ارجع فكره الاصابات الكتير اللي بيعاني منها الفريق من موضوع ضغط المباريات دوت، بس في نفس الوقت هو برده مش حابب يبقى تغيير بشكل كبير، يعني هو دايما يعني كل ماتش تغيير يبقى ممكن في اطار اثنين لعيبه، يعني ما اعتقدش ان هو بيخطر عن كده يعني، خصوصا ان في لعيبه كمان خلاص يعني مثلا محمد شناوي الراجل خد فرصته وظهر بشكل كويس، فاعتقد ان هو هيكمل. برده في خط الدفاع ما فيش خيارات كتيره، يعني برده خط الدفاع مشكله الاهلي ان اصاباته في الفتره الاخيره اغلبيتها كانت في خط الدفاع، يعني علي معلول، محمد نجيب، رامي ربيع، يعني اغلبيه اللعيبه في خط الدفاع الاصابات كانت في خط الدفاع، فده بيخلي الخيارات قليله شويه، يعني في الدفاع بيبقى هم تقريبا هم اللعيبه اللي بيلعبوا بشكل ثابت، لكن بس الخيارات في الشكل الهجومي خصوصا في مركز الجناح هي دي بتبقى كتير شويه، الاهلي عنده وفره كبيره جدا في اللعيبه في مركز الجناح او مركز صانع الالعاب، عنده باقه، عنده محمد زكريا، عنده وليد سليمان، عنده اسلام محارب، فبيقدر يعمل احمد الشيخ، فبيقدر يعمل كريم نادر، فبيقدر يعمل روتيشن بشكل كبير في المركز ده، بس باقي الاماكن بيبقى ده صعب شويه بحكم الاصابات اللي ضرب الفريق في الفتره الاخيره. يعني اعتقد بس برضه خط الوسط يمكن برضه في ثبات شويه فكره حسام عاشور خصوصا بعد عودته من الاصابه، وعمرو السوليه اعتقد ان هم يعني لا غنى عنه في خط الوسط الاهلي قدام المصري، يعني خصوصا كمان برضه ان كابتن حسام مدي الماتش المصري اهميه كبيره، هو اتكلم ان المباراه المصري مباراه كبيره جدا، وفريق المصري الفرقه اللي بتأدي بشكل كويس جدا السنه دي، روما ثاني الدوري بعد الاسماعيلي، هما بيتبادلوا المركز الاول والثاني مع الاسماعيلي من انطلاق الدوري، طبعا الاهلي تأجل له اكثر من اربع مباريات، فده مخلي برضه ان ترتيبه متاخر شويه في الدوري، بس الاسماعيلي المصري السنه دي بيأدي برضه بشكل كويس جدا، وهو برضه من الفرق القويه، فنفس تقريبا الاهتمام ان كابتن حسام كان مديه الماتش الاسماعيلي اللي قدر يحسمه بهدفين مديه لمباراه المصري، لان هو شايف ان الماتشات ديت هي اللي بتقدر تخليه ان هو ينافس على بطوله الدوري من البدايه ويبتدي يعني يوجه انذار لكل الفرق، هو خلاص راجع لمكانه وراجع ان هو يحافظ على بطوله الدوري الموسم دوت ان شاء الله. هو حابب كابتن حسام يتكلم في حته ان هو لازم
الفوز في كل المباريات المؤجله، عشان الاهلي لو فاز في كل المباريات المؤجله هيحتل المركز الاول في دوري الابطال. استاذ محمد عراقي، ناقد رياضي باليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.